الكلام، بدأنا نسمع من الأهل كل التفاصيل. أنا كنت أسمع من والدي عن حطين، عائلاتها، شوارعها، ملامحها، وتشتهر حطين في قرونها والنبعة ومقام النبي شعيب، وأستطيع أتحرك في حطين وكأنني عشت زماني كله، وهذا كله أخذته من والدي كما أخذت عن والدتي هل هذا ما تعملين عليه مع تفاصيل أطفالك مجد مع الكروم. أولادك وأحفادك؟ بالضبط، نحن أكثر تمسكا، يمكن كل جيل بيجي متمسك أكثر، ولا بد من غرس هذه التفاصيل في روح وفي مخيلة أبنائنا للحفاظ على الهوية الوطنية والبقاء، وإبعاد فكرة الكبار يموتون يعني والصغار هذه ينسون. هويتنا لن نسمح الفلسطينية بها. التي نورثها لأبنائنا وأحفادنا. مشاركة المرأة سياسيا ليس بالشيء الحديث، وهو ما ذكرناه في بداية هذه الفقرة، لربما هو ما صحيح. ألهم هدى للبدء في العمل السياسي. طبعا المرأة الفلسطينية تختلف عن مثيلاتها من النساء في العالم. كل النساء عندهم مطالب قانونية مجتمعية، لكن المرأة الفلسطينية همها أكبر، تحمل قضية وطن، صحيح. وبالتالي لابد من اندراجها وانخراطها ضمن الحالة السياسية والمنظمة. وأنا أنتمي حقيقة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وأتبوأ موقع أمين سرها في هذا ما سوريا. يقودني إلى سؤالي التالي، وكأمين سر لحركة فتح في سوريا، ما الذي تقدمونه اليوم في العمل السياسي وخاصة للأقليات في مخيمات اللجوء؟ طبعا ما نستطيع عمله، الحالة في سوريا صعبة جدا، هذا التهجير في كل المخيمات، هناك حالة عامة في البلاد. ما نستطيع أن نقدمه هو القليل، لأن ما حدث في سوريا يحتاج إلى مجتمع دولي وليس حتى إلى دولة أو لإقليم أو إلى غيرها. أنا أقود أيضا مديرة لمؤسسة لتمكين المرأة والتنمية الاجتماعية، وعضو في المجلس الإداري الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. من خلال المؤسسة التي أديرها نحن نعمل على إبقاء التراث حاضرا، وهذه مسألة وطنية، ويتيح العمل في البيوت للنساء المتسربات أصلا من التعلم، أو اللي عندهم أسباب تمنعهم من الخروج للعمل. طبعا في سوريا انخفضت مستوى المرأة العاملة من 76% من النساء في سوريا إلى 36% من عدد النساء، وهذا بفعل الأزمة. قبل الأزمة كانت النساء مرتاحات، ظروفهم جيدة مثلهم مثل المرأة السورية، لا فرق بين المرأة الفلسطينية والسورية من ناحية الواجبات والحقوق. لكن في الأزمة كانت طاحنة، وخاصة في مخيم اليرموك، مخيم حندرات، مخيم درعا، مخيم السيدة زينب، التجمع الحسينية، هذه أماكن هجرت عن بكرة أبيها الحقيقة. أكبر المعاناة مخيم اليرموك اللي هو أكبر مخيماتنا. نحن سارعنا في العمل على المجتمع، وما نستطيع أن نقدمه من مساعدات مالية أو من مساعدات عينية أو من تعليم فتياتنا وتمكينهم من مهن يدوية يستطيعوا العمل عليها حتى ولو كان في بيوت، ونحن من يسوق يعني إنتاجهم. هذا جميل، وهذا يعزز وجود المرأة الفلسطينية سواء داخل فلسطين أو خارجها. كنت بجوار كبار الساسة في السابق، وخاصة في مناطق متعددة خارج فلسطين، كيف تكون المرأة مشاركة جيدة لجانب الرجل في العمل السياسي؟ أعتقد أن المرأة الفلسطينية تخطت حواجز كثيرة. اليوم المرأة الفلسطينية نحن نجدها في الوزارات، نجدها في اللجنة المركزية، نجدها في الأقاليم، هي موجودة في كل الأماكن. لكن على المرأة نفسها
أن تكون مقتنعة أنها تحمل نفس القدرات صحيح. وتستطيع حمل كافة الأعباء. والوضع الفلسطيني أفرز هذه الحالات. نحن كنا يعني حنان عشراوي كانت في الوفد صحيح. المفاوض. دلال المغربي أول من أقام دولتنا الفلسطينية على الأرض ورفع العلم الفلسطيني. إذا يعني خرجنا كمان في معركة الكرامة، كانت أم يوسف عنوان للجميع اللي فتحت من منزلها مشفى لعلاج الفدائيين في كل مناحي صحيح. الحياة، في كل مواقفها سواء السياسية أو الاجتماعية أو النضالية. ومن هنا كمان أوجه تحية كبرى لأسيراتنا. كل التحية. المرأة الفلسطينية هي أصبحت مش بس أم الشهيد وأخت الشهيد وأم الأسير وأخت الأسير، لا، نحن أصبحنا الشهيدة صحيح. والأسيرة. أصبحت هي هذا مما صاحبة هذه يدلل على الأسرة. وجودنا نعم. في كافة الميادين أستاذة النضالية هدى لضيق الوقت في والاجتماعية. أقل من دقيقة، ما المطلوب اليوم لتمكين المرأة بكافة المجتمعات وخاصة المرأة اللاجئة؟ أولاً لابد من فتح أبواب كثيرة للمؤسسات التي تعنى وتعمل على تطوير وتمكين المرأة، العمل على تعليمها من الناحية المهنية ومن الناحية نعم. الدراسية، لأنه أكبر حامي للمرأة أن تعي هي حقوقها وتعي موقعها من المجتمع. هذا أكبر حماية ممكن إحنا نأمنه صحيح. للمرأة، صقل شخصية المرأة وبلورتها ووضعها في مكانها لأن هي المناسب. ليست فقط نصف المجتمع بل المجتمع كله. هذه تحية منا لكافة أمهات الشهداء الأسرى والجرحى والمعتقلين، للأسيرة، للشهيدة، للجريحة، وللأم المربية في المنزل التي أخرجت هذا الجيل الواعي المطالب بحقوقه الفلسطينية، أهمها وعلى رأسها حق العودة وعودة اللاجئين. نتمنى أن يكون لنا استضافة مع الأستاذة هدى هنا داخل أراضينا المحتلة وتحديدا في العاصمة القدس. جزيل الشكر لك أمين سر إن إقليم شاء فتح في الله. سوريا هدى بدوي على كل هذه المعلومات. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير بمناسبة اليوم المطر الوطني للمرأة الفلسطينية، وصباح الخير. وأنت بألف خير، وأهلنا جميعا في الوطن وأماكن اللجوء بألف ألف خير. وبهذا نكون تحياتي. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، وننتقل إلى فقرة أسرانا البواسل ولكن بعد هذا الفاصل. Thank you.
كل التحية لزوج الأسيرة فدوى حمادة من قرية صور باهر، والتي اعتقلت بتاريخ 12 من شهر 8 لعام 2017 بتهمة تنفيذ عملية طعن في باب العمود. هذا العمل الذي أعده زوجها وأهداها إياها عبر شاشتنا بمناسبة عيد زواجهم. وفدوى متزوجة وهي أم لخمسة أطفال، أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم اليوم 2.5 سنين. وكل التحية لكافة أسيراتنا الباسلات داخل سجون الاحتلال، والتحية إلى أسرانا داخل سجون الاحتلال، ولا سجن باق ولا سجان. ومن هنا نوجه تحية إلى زميلنا الصحفي المصور الصحفي مصطفى الخروف، والذي تم الإفراج عنه مساء أمس بعد اعتقال دام لأكثر من 9 أشهر بتهمة عدم حصوله على هوية مقدسية. كانت حكومة الاحتلال تسعى إلى ترحيله سواء إلى الأردن أو حتى إلى خارج فلسطين، إلا أن مصطفى بقي ثابتا راسخا في هذه الأرض وتخلص من سجن الاحتلال يوم أمس. وسيكون لنا أيضا فرصة في استقباله والاطلاع على كل مجريات التحقيق وما الذي حدث معه. هذه تحية منا يا مصطفى من كافة طاقم عمل برنامج صباح الخير يا قدس وتلفزيون فلسطين إليك، والحمد لله على السلامة. والآن إلى تجربة اعتقال جديدة، وفي هذه الفقرة أقول الإقامة الجبرية مصطلح يصطدم بحياة الفلسطينيين في القدس المحتلة، فهو عقاب تفرضه محاكم الاحتلال كي تردع المقدسيين وترهبهم وتكسر إراداتهم. يسعى إلى هزم الشخصية الفلسطينية من خلال الإقامة الجبرية لأشهر طويلة، وبالتالي يعكف المقدسي على الابتعاد عما يمكن أن يسبب له الحبس المنزلي من جديد. وفي قاموس هذا العقاب الشرس يبرز اسم المقدسي الأسير سيف الدين النتشي صاحب أطول مدة في الحبس المنزلي، أدخل في تحقيق قاسي للغاية تخلله الاعتداء عليه وحرمانه حتى من النوم، حيث اتهمت حكومة الاحتلال بنقل أموال إلى عوائل الأسرى والشهداء. وبعد الانتهاء من التحقيق القاسي معه عمد الاحتلال إلى تحويله إلى الحبس المنزلي حتى انتهاء الإجراءات القانونية. نتحدث عن هذه التجربة مع ضيفي الأسير المحرر بداية هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، الأسير المحرر سيف الدين النتشي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. الحمد لله على السلامة. سلامك الله، كيف حالك؟ في البداية نتحدث عن الحجج اللي بتعتمدها حكومة الاحتلال لزج المقدسيين داخل سجونها، ما التهمة التي وجهت هذه المرة للنتشة؟ نقل أموال عوائل الشهداء والأسرى. وطبعا كان شيء يعني مش هيك، يعني كله تلبيس يعني مش. فالحمد لله مرقنا بالتجربة، هاي التجربة كانت كتير صعبة. أول شيء بوجه تحية للأسرى وصباح الخير للمشاهدين. بس كيف بدي اقول لك، الاسر المنزلي هذا الحبس المنزلي، قبل ما نحكي عن الحبس المنزلي خلينا نحكي عن السجن الفعلي. نعم. لحظه الاعتقال كيف تمت؟ عشان ننوه انه يمكن انت في عندك مصدر عمل بيسبب لك او بيكون معك متواجد مبالغ ماليه، يمكن هي الحجه اللي استخدمتها حكومه الاحتلال انك بتقوم بتوريد الاموال. شو نعم. اللي صار معك؟ اول شيء اعرفك عن نفسي، انا تاجر مقدسي يعني بشتغل في تركيا وفي القدس. فكان الموضوع انه انا في تركيا بشتغل بشغل طبيعي في الالبسه، وبالقدس كمان عندي محل ألبسة. فاللي صار انه تم اعتقالي الساعة 2:30 الليل في طريقة وحشية، يعني كان يعني الاقتحام صعب شوي، كان عندي أطفال في البيت وكان في يعني كسر الأبواب، وكان في الموضوع كان كثير صعب ليلة الاعتقال. فالاعتقال تم الساعة 2:30 الليل. توقعت أنا أول مرة، هذا أول اعتقال، أول اعتقال توقعت انه وضع طبيعي، أروح لمكتب تحقيق أو أروح لشرطة أو. فتفاجأت انه بنحط في زنزانة سوداء، يعني شيء اسود، يعني شيء صعب كان. فانا لسه مش عارف انه هي بتعرف عليها انها هي زنزانه يعني، او انت اصلا ما كنتش عارف ليش جايين ياخذوك، يعني سحبوك بدون نهائي توضيح. نهائي لا. فانحطيت في هي الزنزانه السوداء، سوداء صعبه جدا، فيش فيها الا فرشه على الارض بس، بدون ولا اي شيء، ولونها صعب، شكلها صعب. فانا لسه مش عارف ايش هاي يعني اساسا، يعني بتعرف يعني مش شاب صغير بتعرف يعني على المكان. لسه بتعرف عمال، يعني شيء غريب اول مره، يعني صدمه كانت. بعدين غيروا لي لباسي لشيء لونه بني، بسموه بمصطلح عندهم ما يسمى بشباص يعني مكتوب عليه، وانا مش فاهم ليش هذه الاشياء يعني. حتى انه بالاخر رحت للتحقيق مع تلتيم العيون، ما كنتش اشوف، كانوا مسكرين على عيناي. وما اولها يعني كان يحكوا بطريقه هيك استخفافيه جدا، يعني ما في احترام، ما في اخلاق كان عند المحققين نهائي في التحقيق. حتى انه 44 مكثت 44 يوم في هذه الزنزانة الصعبة،
وتم يعني ظروف تحقيق قاسية تعرضت لها، كان في اعتداء جسدي ونفسي عليه. لا بقول لك أنا، فصار إنه أول الأيام كان الشتائم والألفاظ السيئة والأشياء اللي بتقبلهاش أي خلق، وما فيش إشي أساساً، فيش يعني الموضوع كله بسيط جداً، يعني تحكي عن موضوع يعني ما فيش يعني ما معالجته إشي بسيط، يعني ما فيش فيه إشي، فيه يعني في لبس وفي سوء فاهم بالموضوع. فإنه تعرضت لتربيط في الكرسي وعلى سحب رأسي للآخر، حتى إنه معلمي هون لهلا وضرب بالأصابع من فرقة أو الجروب الاستخباراتي اللي كان يحقق، كان ضرب على المنطقة، موجع على منطقة طبعا، وواحد منهم بسحب في رأسي لورا للآخر حتى إنه طلع الدم، صاروا بالمحارم يسحبوا فيه ويحطوه بجيابهم عشان ما يعني إنه يغطوا على جريمتهم والتنكيل تبعهم. يعني هذه شهادة حية من داخل أقبية التحقيق التابعة لحكومة الاحتلال، التي عادة ما تتغنى بديمقراطيتها وأنها لا تستخدم أسلوب العنف والتعذيب الجسدي، لكن هذه شهادة حية على جرائم الاحتلال. الحبس المنزلي لربما أصعب على نفسية المعتقل من الحبس الفعلي. كيف كان وقع هذه التجربة عليك؟ شو اللي صار معك؟ طلع الحبس المنزلي لما أنا أول شيء قعدت 44 يوم، بعدين طلعت لسجن مجدو فعلي. صحيح. بعدين نزلت لانه ما فيش مواد، تقريبا 13 شهر قعدت هناك. قديش قعدت؟ لا 13 شهر فعلي في السجن، و 26 شهر اللي هو الحبس المنزلي. طيب عشان نوضح الفكره، 13 شهر سجن فعلي. فعلي نعم، ومن شروط الافراج كان مربوط في الحبس المنزلي. نعم. طيب جيتنا على الحبس المنزلي، 26 شهر اطول مده حبس منزلي. نعم. في مدينه القدس. نعم. 26 شهر انا قعدت في حبس منزلي مسكر، كان أصعب أساساً من السجن وأصعب من الفعل وأصعب من كل شيء. ليش؟ لأنه أنت تسلب حريتك وأنت يحول بيتك إلى سجن ويحول أهلك إلى سجنين، لأنه هذا أصعب شيء في الدنيا، أنك أنت رجل أب لست أولاد أنا، وأصعب شيء أنك أنت ما تمتلكش حريتك أنك تطلع شبر من باب البيت، وكان مقيديني طبعاً في كفالات 90,000 شيكل زائد 5 مرافقين وهم من أهلي، والمرافقين عليهم كفالات برضو غرامات يعني إذا بطلع، وكمان في سجن يعني تهمة تانية بتصير إذا أنت كسرت هذا القانون أو عملت هذا الإشي. وأنا توقعت أن يكون أيام بسيطة، يعني كانوا يمدوا فيه ويمدوا فيه، فهو بيعملوه مش لإشي يعني أنه بقدموا لك حل، ولا هو الحبس المنزلي هو عقاب صعب جدا، وبيستخدموه على أساس أنه فعليا يعني أنه يكسروا يعني كده إرادة. الإرادة 100%. يعني طب كيف هاي الأشهر الطويلة قضيتها داخل المنزل؟ يعني إحنا زي ما أنت حكيت الحبس المنزلي ليس فقط على الأسير. نعم. على أهله يعني. نعم. أكيد كانت. نعم. هاي التجربة. نعم. صعبة. نعم. على أهله. أول شيء هو ناحية اقتصادية بدمرك، اثنين ناحية نفسية سيء جدا، يعني بحولك من إنسان طبيعي إلى إنسان عصبي جدا، إنسان تأخذ قرارات سريعة، إنسان تتغير تماما، يعني أنت إنسان لما بتنحشر أنت رجل، وصعب على الرجل إنه ينحشر يعني، ولو بنحشر بسجن هلا رح أرجع لك للسجن الفعلي، السجن الفعلي أنت مع شريحة زيك. صحيح. مع ناس بتخلطهم، بس هون فيش إلا أنت وفيش حدا بيقدر يشعر معك يعني إلا أنت، فلما بتكون أنت بالحبس الفعلي انه في مع ناس معك، نطلع على الفوره ناكل نتناول بعض هيدي التجربة. طبعا هم من كمان عندهم، بالعكس انا كنت اشاركهم، كنت كثير يعني اني يعني انبسط على انه انا حكمي صغير يعني انه معاهم في عمالقه هناك. في ناس كانت محبوسه معي بالمعتقل، اخونا ابو اسماعيل كان من 48 من الداخل، كان محبوس من سنه 86 لهلا، هذا بيعرفش لو روح بيعرفش انه كله يعني وين مين صديقه. صحيح. مين هذا اختلفت عليه اجيال. صحيح. تحكي من 86، كم سنه من 86؟ صحيح. ورغم ذلك عنده الاراده وقوي ما شاء الله، ويعني على كيفك. فانت لما تشوف ناس زي هاي انت بتشوف حالك انه الوضع كثير بسيط، بس لما تكون في البيت انت محبوس حبس منزلي وفيش حدا بيشعر فيك. كان في تهديد اذا اخترقت هذا القانون. طبعا. يعني الحبس المنزلي اذا ما تم خروجك من المنزل اكيد بترجع للسجن وبدك تاخذ عقوبتين غير عقوبتك. كان في تهديد بهذا الشيء. طبعا طبعا. ايش يعني التهديد؟ انه بدهم يحبسوا الخمسه المرافقين علي، وهم من الزوجه والاخوان وهيك يعني، وفي ابن اخت لي كمان، وبيدفعوا غرامات وانا بدفع بتكفل ب 90,000، ومنهم 30,000 مقدين كاش و60 على الاوراق، وبرجع كمان حكم تاني اني كسرت امر محكمي. طيب خليني اسالك، تجربتك السجن الفعلي 13 سنه إيه 13 شهر, لا شهر, شهر من غير شهر 13 شهر زي ما حكيت علمتك يمكن انك انت استصغرت حجم هذه التجربه. نعم. امام تجارب هائله وعظيمه عمالقه. صحيح. كيف اثرت هذه التجربه على شخصيتك؟ يعني سيف الدين كيف صار قبل 13 شهر وبعد 13 شهر؟ في اختلاف، وفي كيف بدي اقول لك يعني في ثقافه لهذا الموضوع، يعني انت بتطلع انسان ثاني بتشوف شيء. انت صدقني يعني صدقيني اسف، احنا قديش بنحكي على الاسرى ما بنعطيهمش حقهم. صح.
صحيح. الأسرى اللي بفوت عندهم بيقدر بس يشعر معهم. فأنا صديقي جاي من هنا أوجه يعني رسالة إنه أوصل قديش بقدر إنه الأسير هذا شيء أنا بالنسبة لي مقدس يعني. صحيح. ده كلنا طبعا. فالأصل إنه قديش بنقدر نهتم فيهم، قديش بنقدر عندهم أشياء حساسة جدا يعني. الناس اللي خلف القضبان مش ناس عاديين، هدول ناس يعني يحتفى فيهم يعني ناس. صحيح. كيف أقول لك، أنا عشت معهم يعني إخواني هدول وما راح أقدر أنساهم، لأنه فعلا شفت أشياء بعدين عندهم قدرات رهيبة يعني عندهم. طب يعني إذا بيشوفونا جوا السجون شو بدك تحكي؟ بوجه لهم كل التحية وإنه إحنا معكم قلبا وقالبا، وبتمنى إنه الناس يعني كلها تشعر فيهم، خاصة الأهالي كمان يشعر في الأسير. لما الأسير بيكون في الزيارة يطلب طلب من أهله إنه يعني هذا الطلب يلبوله إياه، يمشوا له، إنه هو بيكون كثير متعطش لهذا الإشي يعني، مش بسيط الإشي. حتى الألبسة اللي بيطلبها يعني مش إنه خلص هذا الرجل في المعتقل يعني أي إشي أودي له من الأهل، لا أودي له أحسن إشي، لأنه هو كل يوم بيقابل ناس، هو مش بالمعتقل يعني قاعد في غرفة. في حياة أخرى داخل. طبعا في حياة كاملة متكاملة. طيب خليني أسألك وأنهي معك هاي الفقرة، لما تقبلت أو لما صدر حكم الحبس المنزلي بحقك، يعني 26 شهر زي ما حكينا أطول فترة للحبس المنزلي التي صدرت عن حكومة الاحتلال، كيف تقبلت هذا الحكم؟ ما صدر علي حكم 26 شهر، هو نزلوني للحبس المنزلي لإكمال الإجراءات، فهو سحب ل 26 شهر في مماطلة يعني. في مماطلة نعم، كانت يعني بهدف في عقاب في 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 سموم يدخلها الاحتلال على. يعني خلال 26 شهر كنت خايف كل مرة إنه يتم الوصول لإجراءات والإعادة للسجن. نعم، وكان خلال الحبس البيتي مداهمة البيوت وتكسير، وكان في تدخل القوات الرادعة وتدخل يعني الأشياء كمان، إزعاج الجيران وإزعاج، فكان الحبس المنزلي كتير 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 سيء يعني. يعني لم تكتفي حكومة الاحتلال بكل إجراءاتها التعسفية بحق أسران البواسل سواء في السجن الفعلي أو حتى بالحبس المنزلي، وذلك بعد تسجيل اعتداءات أخرى على الأسير المحرر سيف الدين النتشة داخل منزله وهو يعني يقضي محكوميته بالحبس المنزلي. جزيل الشكر لكافة أسرانا البواسل، وهذه تحية منا من طاقم العمل في برنامج صباح الخير يا قدس، على أمل التحرر الكامل لكافة أسرانا البواسل، وكمان مرة الحمد لله على سلامتك سيف الدين النتشة الأسير المحرر. يسعد صباحك ويشرفنا ويعطيك العافية. صباح المشاهدين والأسرة، الله يخليك. صباح الخير. إلى باقي فقرات برنامج صباح الخير يا قدس، ولكن دعونا أنا وإياكم أن ننتقل إلى هذه الفقرة المسجلة. وقديش بتكون قريب على الأقصى قديش بيكون زيتك كويس، هيك حكى لنا صاحب المعصرة الوحيدة في شرق القدس عن موسم قطف الزيتون والزميلة أسيل عيد والمصور أمير عبد ربه. هون بتفوح رائحة الأرض الفلسطينية، هون بتجلى أحد أجمل مظاهر حب الأرض والوطن فلسطين. هون رح نحكي عن موسم قطف الزيتون، موسم حب الأرض في المعصرة الوحيدة في شرق القدس. معصرة سور باهر هي المعصرة الوحيدة في الأرض المقدسة في القدس، رح نحكي عنها وعن أهميتها مع صاحبها أستاذ أحمد جبور أبو داود. بعد يسعد صباحك أكيد، تحكي لنا عن أهمية هاي المعصرة وأهمية وجودها. صباح النور أول شيء. هي معصرة سور باهر هي المعصرة الوحيدة في شرقي القدس. إحنا قبل 15 سنة أسسنا معصرة سور باهر، وإحنا إن شاء كل سنة تقريبا بخش علينا تقريبا من 2000 ل 2500 واحد، واحنا ان شاء الله بنكون بخدمه الجميع. يعني عصر الزيتون خصوصا للمقدسيين كانوا يستصعبوا فيه قبل انشاء هاي المعصره، يعني بنعرف الحواجز المحيطه في القدس قديش بتصعب على المقدسيين انهم يعصروا خارج القدس ومن ثم يدخلوا الزيتون او يدخلوا عفوا الزيت لداخل القدس، قديش سهلت على المقدسيين وجود هاي المعصرة؟ والله سهلت على ناس كثير، واحنا الحمد لله في خدمه الجميع. واهل القدس ان شاء الله بنخدمهم دائما. بس في كم من شغله مهمه للزيتون يعني. اول شيء انه زيت الزيتون مهم جدا جدا، يعني احسن زيت زيتون في العالم هو زيت الزيتون. للاسف الشديد انه احنا يعني زيت فلسطين هو بشكل 1% من زيت العالم، واحسن زيت موجود في العالم هو زيت فلسطين، واحسن زيت في فلسطين في القدس.
لانه في موجود في الزمانات بقوا يضربوا مثلا ايوه جبل الزيتون، جبل الزيتون احسن زيت في العالم على وجه الارض. بس في مشكله هنا احنا عندنا انه زيت الزيتون عندنا ما معطينه هذيك الاهتمام نفس الجوده. يعني معظم زيت الزيتون في فلسطين درجه يعني نسبه الحموضه فيه عاليه جدا لعده اسباب. اول سبب انه بتعرض لاشعه الشمس المباشره ممنوع. اثنين انه في المعاصر للاسف الشديد بيعصروه على درجه حراره عاليه وهذا ممنوع. ثلاث بحطوا فيه ورق كثير وهذا الاخر بيزيد من حموضه. بيأثر على جودة الزيتون. نعم. رغم انه من على نعم. جودة الزيت المنتج رغم نعم. انه من افضل الزيت بالعالم. نعم. من افضل الزيت بالعالم. نقطة مهمة جدا انه المزارعين في فلسطين بيستعجلوا في قطف الزيتون، مو كل الدنيا حم، شجرة الزيتون بدها براد بدهاش حم، يعني بعكس شو اللي شجر الدنيا، لازم يجي براد ولازم يجي براد ويجي مطر، يعني لازم يتأخر شهر 11. يعني هذا رأيي الشخصي. مهم التوعية في هاي النقاط على اساس يكون في منتج احسن. كل ما تاخر ببكي احسن. خلينا نحكي عن الخطوات يلي فرجتني اياها جوا وهلا رح نعرضها للمشاهدين. الخطوات اللي بتم فيها عصر الزيتون. اول شيء كلنا بنغسل الزيتون، بعدين نطحن الزيتون، بعدين بندخله على التوربين، بصير فرز بين بيطلع الجفت لحال والمي لحال والزيت لحال، في الاخير بتصفى الزيت بين المي والزيت، بيطلع زيت صافي ان شاء الله وبتشوفه. الجيل الجديد شوي بعد عن قطف الزيتون، قديش كانت الجمان الروح الحلوة الموجودة، يعني بيصحى الصبح يكون في فطور فلسطين وكمان في طنجرة مقلوبة دائما تحت تحت الشجرة ونتغدى هناك برضه. فاحكي لي قديش يعني هذا الإشي أثر على المنتج، قديش أثر على الزيتون وإنتاج الزيتون. للأسف الشديد للاحتلال ساعة كثير ابعد الشباب الجيل الجديد عن الأرض وعن الانتماء للوطن، لأنه اليوم بعطوهم 400 500 شيكل بقول لك بدي اعمل كنت بشتري تنشا زيت. هو الاصل الواحد يحافظ على الشجر وعلى الارض ودير باله، فطلع عندنا جيل الحمد لله رب العالمين. الله يعين الله يهدي. قديش الانتاج عندكم سنه عن سنه بيزيد بيقل؟ تقريبا احنا عشان في ناس بروحوا على الضفه ما بنقدر نحصل، تقريبا احنا بين 400 ل 300 طن بنحصل في سنويا حسب، يعني مرات بنزل ل 250 مرات اعلى شيء 400 طن. انت بتقطف زيتون عمان؟ نعم. كيف بتحكي لي عن يعني الاجواء وقت قطف الزيتون عندك؟ الحمد لله ربعي اجواء حلوه كثير ان شاء الله. الفطور والغداء زي ما حكيت طنجره مقلوبه زي دائما زي كل سنه؟ ان شاء الله، وزيت الزيتون وزعتر. وزعتر يعني يسعد لي صباحك، شكرا كثير لك، شكرا علشان استضفتنا في المصنع الجميل والروح الحلوه اللي استقبلتنا فيها، شكرا كثير لحضرتك، كمان نصائحك المهمه جدا لكل المقدسيين وكل الفلسطينيين، شكرا لحضرتك. يعني لهون بنوصل لختام هاي الفقره يلي حكينا فيها عن موسم الحب للارض للوطن فلسطين. قديش في روح جميله بتكون في هذا الموسم وقديش اللاجئين بيحنوا لاراضيهم في الداخل المحتل يلي سلبهم منهم الاحتلال الاسرائيلي. لهاليوم عم بنشوف انه اللاجئين بعد ما طوروا حالهم بعد ما تحدوا وجود الاحتلال عم بيشتروا ايضا ارض وعم بيقطفوا زيتون وهم صامدين على ارض فلسطين زي بقيه الفلسطينيين في هالموسم الجميل. نتمنى لكم موسم جميل لكم لعائلاتكم وكل الحب والتحيه لاسرانا البواسل في سجون الاحتلال وايضا لاهالي الشهداء والمطاردين. العودة إلى استديوهات تلفزيون فلسطين في العاصمة المحتلة استكمالا لهذه الفقرات والتي عادة ما نخصص آخر ساعة للحديث عن الحياة الثقافية والفنية في العاصمة المحتلة وتسليط الضوء على مواهب فلسطينية واعدة. مارك قواس موهبة موسيقية فلسطينية صاعدة قدم عروضا موسيقية عديدة في فلسطين وخارجها في دول أوروبية أهمها في بريطانيا وفاز في مسابقة الكونشريتو صح كده؟
اللي هو في معهد إدوارد سعيد للموسيقى، عازف بيانو موهوب، قدم عروضا موسيقية عديدة في فلسطين وخارجها في دول أوروبية، وفاز في هذه المسابقة، والذي عرض مؤخرا 10 مقطوعات كلاسيكية ومعاصرة لعدة مؤلفين من فترات مختلفة. نتعرف على هذه الموهبة، ولكن دعونا وإياكم قبل بدء الحديث معه أن نستمع لهذه المقاطع التي أداها خلال عرضه الأخير. دعونا وإياكم من جديد نرحب بالفائز في مسابقة الكونشيرتو في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى مارك خواس. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح النور. في البداية عرفنا عن حالك، ليش البيانو بالتحديد وإمتى بلشت؟ أنا بلشت أتعلم آلة البيانو أنا عمري 6 سنين. البيانو أنا طول عمري وأنا بحبه، بعتبره آلة هيك مميزة وصوتها كتير حلو، تقدري تطلع منها كتير أصوات، بالرغم من انها مجرد انك تكبسي مفاتيح بس في لها ابعاد اكثر من هيك، وبتقدر تطلع عليها اصوات كثير حلوه، وعشان هيك انا اتعلمت البيانو من يعني كثير بحبها وبحب الاصوات اللي تطلع منها. يعني قديش لك بتعزف؟ خلينا نحكي يعني 7 سنين. من عمري 6 سنين يعني. طيب كيف مارك بيطور قدراته في الموسيقى؟ هل بتعتمد على التعليم الذاتي او بتلجأ لمعاهد موسيقيه؟ كيف بتطور حالك؟ أنا حالياً عمالي بتعلم في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، فرع تشايكوفسكي بالتحديد. بلشت مع معلمتي الأولى مس تاتيانا الأعرج، وهلا أنا باخذ مع معلمة أجنبية اسمها جوليا. ويعني باخذ حصص أسبوعية في المعهد، وبتدرب البيت أكيد مع تعب ذاتي وهيك. حلو، طيب خلينا نحكي إنه كل عازف وبرفقته آلة موسيقية بيكون عنده رسالة معينة بحب يوصلها، يعني من خلال أصوات البيانو الصادرة عن البيانو، إيش مارك حابب يوصل أو شو رسالتك من خلال عزفك؟ أنا حابب أوصل صوت فلسطين، والموسيقى هي اللي أنا قاعد بنتفض فيها، قاعد بحاول أوصل صوت فلسطين لبرا عن طريق الموسيقى. في أكثر من طريقة للثورة، والموسيقى بعتبرها أكبر طريقة أنه أوصل أنا إيش رسالتي وإيش مشاعري. يعني انطلاقا من مقولة كل يقاوم في طريقته، مارك اتجه للموسيقى. أكيد. أكيد الوصول لهيك موهبة بحاجة لدعم، سواء أكيد. من ناحية الأهل، سواء من ناحية المدرسة، المعهد الموسيقي، أكيد كل هدول الأشياء كانوا موجودين لمارك قدر يوصل لهون. أكيد. أنت من عائلة فنية أو في حدا في البيت عندكم بيعزف أو بيغني أو بيسوي في؟ في أمي بتغني، وفي برضو أختي عمال بتغني. أنا حتى ألفت لها كم من أغنية وغنتهم معي لعيد الميلاد وعلى فلسطين. وفي خالي بيعزف على الناي والكلارينيت، وهو حاليا عاد بدرس في درس وهلا بيشتغل في أمريكا. يعني إحنا بنحكي عن عائلة موسيقية. عادة بتكونوا قاعدين هيك العيلة وكل واحد بيقدم مع بعض، بتسووا فرقة. كثير بالعادات موجود الاشي، دائما بتكون موجودة. عندك البيانو الخاص فيك انت؟ عندي بيانو الكتريك في البيت. يعني بتسوي يعني بنعمل كثير اشي. طيب انا انتبهت في حكيك انه انت تخطيت مرحلة العزف ورحت للتلحين والتأليف. يعني هذه درجة عالية من الموهبة، كيف وصلت لها او كيف بلشت فيها؟
أنا يعني الشغلة كلها نبعت من حبي للموسيقى وقديش أنا بحب الموسيقى، فيعني بلشت من إنه أعزف مقطوعات كلاسيكية لمؤلفين كلاسيكيين، ولسه بتعلم مقطوعات لمؤلفين كلاسيكيين، بس أنا بلشت أحب أطلع أنا ألف موسيقية، الموسيقى الخاصة فيا، فبلشت ألف مقطوعات، وأول مقطوعة كلاسيكية اللي كانت Life Secret سر الحياة، بالإضافة للأغنيتين اللي حكيت عنهم فلسطين وعيد الميلاد. حلو، راح تكمل في هذا المجال يعني راح تروح أكثر للتلحين والتأليف والعزف، ولا راح توازن بينهم؟ أنت وين بتلاقي حالك أكثر؟ بتوقع راح أوازن بينهم، لأنه أنا عندي طموح عالية، فبدي أكون مؤلف وعازف وكوندكتر في نفس الوقت مايسترو. حلو، فيعني طموحي شوي عالية، بس إن شاء الله بحقق كل هدول الأشياء إن شاء الله. يعني هذا كنت أسألك إياه، دائما إحنا بنسأل الشباب اللي بجيلك تحصيلكم العلمي، يعني هل حابب تكتفي في هاي الموهبة كموهبة، ولا كمان حابب تحصيلك العلمي ودراستك العلمية الجامعية تكون بهذا المجال؟ لا، أنا حابب إنه أدرس الموسيقى، وحابب إنه أكمل في الموسيقى في جامعات برا، وبعدين أكيد إنه أرجع هون وأفيد بلدي بالأشياء اللي أنا ممكن أستفيدها، وإنه أنمي كمان مواهب إن شاء الله بالجيل الجاي، برضو كمان بيطلع هيك مواهب إن شاء الله. طيب خلينا نحكي عن العرض اللي قدمته مؤخرا تقريبا الأسبوع الماضي، بتحدث كان في 10 مقطوعات دامجة ما بين الموسيقى والمقطوعات الكلاسيكية والمعاصرة، قديش صعب للي بجيلك تقديم هذه المقطوعات والمعزوفات، وخاصة كلاسيكي ومعاصر، شو الفرق بينهم؟ فهمنا أكثر. المقطوعات الكلاسيكية هي المقطوعات اللي لمؤلفين زي باخ، بيتهوفن، موزارت، شوبان، لمؤلفين، وهي عادة بتكون كتير محدودة، مش محدودة يعني طريقة تقديمها لازم تتقدم بالطريقة اللي المؤلف كاتبها. ما المقطوعات المعاصرة هي لمؤلفين زي بول دي سينيفيل وإرنستو كورتزار، هي المقطوعات الأكثر معروفة ورومانسية وهيك. وفي برضه من المقطوعات اللي قدمتها للموسيقى سلفادور أرنيتا الفلسطيني، واللي هو كان من القدس، وبالإضافة للمقطوعة من تأليفي. طيب شو بشعر ماركو وهو بيعزف؟ وين بتكون واصل؟ في أي عالم؟ شو بتحس وأنت بتقعد بتقدم هاي المعزوفات؟ وبخلي الموسيقى تاخذني وين ما هي، الموسيقى اللي فيها غضب بخليها بغضب معها، وبحاول انه اتخيل القدس، واتخيل كيف انا قاعد بقاوم من القدس في هاي اللحظه، يعني بتعيش دور المقطوعه. من المقطوعات الرومانسيه بخليها هي تسحبني معها في الموسيقى. يعني دائما بنحكي الموسيقى غذاء الروح، أكيد. هاي المقولة بتنطبق عليك؟ أكيد 100%. طيب قديش حلو مشاركتك في عروض محلية عربية ودولية، وحكينا إنك أنت كنت مشارك في بريطانيا كمان، وجود فلسطيني بيحمل اسم فلسطين، بيرفع علم فلسطين في دول الخارج، شو بيعني لك هذا الشيء؟ زي ما حكيت قبل هيك، أنا بوصل رسالتي، بوصل رسالة فلسطين عن طريق الموسيقى، وعمالي بنشر أنا الرسالة الفلسطينية في دول غير، بوعي الناس، مش الكل عماله بصحي لي الرسالة إنه يعرف عن القضية الفلسطينية، فأنا بعتبر الموسيقى رسالة. صحيح. طيب خليني أنهي معك، راح يكون في عروض جديدة عشان تكون شاشتنا إن شاء الله هي دعوة لكل مين بحب يسمع بيانو، مين بحب يسمع مارك، وين بيكون متواجد، وين نقدر نيجي، وين نقدر نشوفك، في عروض قادمة؟ حاليا فيش شيء مخطط، بس أكيد راح يكون في أشياء خلال الفترة الجاية، أكيد راح أقدم عروض وراح أكمل في هاي المسيرة الفنية إن شاء الله. بدي أقول لك يا مارك إنه إحنا كتير فخورين فيك، وإحنا قبل قليل كنا نستمع لهذه المعزوفات وهذه المقطوعات، الإشي جميل ومبدع ومتقن، بدنا إن شاء الله نستضيفك وإنت واصل للعالمية أكثر وأكثر، رافع اسم فلسطين والقدس عاليا. بدي أشكر كمان عائلته الداعمة لمثل هذه المواهب، وكل العائلات الفلسطينية المقدسية الداعمة للمواهب الشابة. دعوني وإياكم أرحب من جديد بمارك قواس عازف البيانو الموهوب، يسعد صباحك، شرفنا. أهلا. ويعطيك ألف عافية. شكرا كثير، يا هلا، شرفنا. إلى باقي فقرات برنامج صباح الخير يا قدس، وفي فقرتنا الأخيرة نتحدث عن معالم البلدة القديمة والقدس المحتلة، ولربما نحضر بعض الشيء من هذه المعالم إلى داخل استوديوهاتنا. في الدوام سكن
تراب القدس بعيونك برد فدوا وسكنت بالنفس هي غرامي ونور أيامي هي غرامي نور أيامي برغم الحبس برغم الحبس للمقدسي عبد الجليل الرازم لم تكن المجسمات التي صنعها أمرا غاية في الصعوبة إذ عمل على مدى نحو عام من دون كلل أو ملل حتى باتت أعماله ماثلة للعيان بدقتها. عرض الرازم أعماله داخل معرض فني أسماه حجر لوجيا إذ تجسدت هذه الكلمة وعبارة عن عمارة القدس العريقة. الحجر هنا يعبر عن البناء ولوجيا هي عبارة عن روبوت آلي الصنع يقوم بدوره في التنقل والسير على سكة حديدية بين المجسمات ويقدم الشرح والمعلومات عنها. جاء هذا المشروع بشراكة ناجحة بينه وبين جمعية برج اللقلق ومؤسسة النيزك للعلوم وبإشراف مؤسسة التعاون وبدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. نتحدث عن هذا النوع الجديد من الفن مع ضيفي هنا في الاستوديو الفنان التشكيلي المقدسي عبد الجليل الرازم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم جميعا وصباح المشاهدين وجمعة مباركة على الجميع. علينا وعليك شرفتنا. بداية نتحدث عن هاي الفكرة كيف نشأت وتبلورت. صحيح كانت بمثابة حلم يعني بفكرة لمعرض فني تشكيلي طرحته قبل أعوام بيني وبين نفسي أني أعمل أنا القدس عنوان هذا المعرض القدس ثلاثية الأبعاد. واللي حقق هذا الحلم هو الزميل منتصر دكيدك مدير جمعية برج اللقلق. كل التحية. عرض علي الفكرة على أنه هل بإمكاني أني أبني مجسمات لمعالم تاريخية ودينية في مدينة القدس؟ قلت له طبعا يعني إن شاء الله بستطيع. كانت الفكرة طرح المسميات اللي هي المعالم التاريخية والدينية من منتصر دكيدك والتنفيذ بدأ ببناء قبة الصخرة كمثال أولي للمشروع. يعني أنا كنت بدي أسألك على أي أساس تم اختيار المعالم؟ طبعا هي المعالم هي من أشهر المعالم الموجودة، معالم دينية وتاريخية في بيت المقدس بالقدس الشريف داخل البلدة القديمة. على سبيل المثال قبة الصخرة، كنيسة القيامة، المسجد الأقصى كمان هم 11 مجسما بمدة زمنية بأحد عشر شهرا من العمل المتواصل الليل مع النهار. تقريبا كل مجسم أخذ شهر تقريبا بشيء أقل من شهر وشيء أكثر تجاوز الشهر في عملية البناء لهذه. قديش بدها جهد ودراسة لإتمام هذا العمل والمشروع؟ يعني صعوبة حتى التنفيذ لربما أنت كفنان سهل عليك ولكن صعوبة الوصول لمثل هذا العمل
التفاصيل، الأبواب، المشربيات وما إلى ذلك، هذه التفاصيل الصغيرة. أكيد فيش عمل بيجي بسهولة، يعني إحنا نقول كفنان فعلا مش كل فنان بيستطيع أنه يكون في عنده كي بيسموا المواهب المتعددة في عدة مجالات. عبد الجليل الرازم رسام، خطاط، مدرس للتربية الفنية، كمان أيضا بالأشغال اليدوية، إعادة تدوير المواد، وهذه البصمات اللي أنا بتركها دائما في مجال الفن التشكيلي. الصعوبة اللي أنا تواجهت معي في هذه، واجهتني في بناء هذه المجسمات، إنه فيش هناك مخططات هندسية لهذه الأبنية القديمة اللي أنا أستطيع أني أخذ مقياس الرسم حتى أعمله مصغر للحجم الطبيعي اللي موجود في قبة الصخرة أو كنيسة القيامة أو المسجد الأقصى أو حتى صور باب العمود. ما في هناك مخطط هندسي، فكنت أنا من الصعوبة أني أنا أروح أشاهد المكان عشرات المرات حتى أبلور الصورة الكامل عن هذا المجسم من كافة النواحي وتفاصيل هذا البناء، من كل يعني كل عمل يحتاج معك زيارة للموقع. يعني أكيد أنت لم تأخذ رسمة، أكيد بزيارة هذا الموقع. ربما أنت ابن القدس وتعرف هذه المكان، ولكن عند تجسيدها اختلف الموضوع. أكيد يعني في شغلة هون لازم نطرحها. عبد الجليل الرازم هو من مواليد القدس وسكان القدس، ولكن بهذا العمل باللحظة شعرت أنه القدس هي تسكنني. أنا ابن القدس، أشاهد قبة الصخرة هنا وأشاهدها يوميا من سطح منزلي، المكان اللي كنت أنا أعمل فيه، وأشاهد الحجارة وأشاهد الأبواب وكل معالمها بتفاصيلها الدقيقة يوميا أشاهدها وأحاكي هذه الأبنية وهذه المعالم التاريخية والدينية. فمن هذا المنطلق خرج هذا الإنتاج، يعني لحيز الوجود من خلال بالضبط العلاقة، أخرج هذا الحب، يعني هذا الحب تجسد على أرض الواقع بهذه المجسمة. طبعا أنت بتحس أن كل قطعة أنت أنتجتها في علاقة بينك وبينها، زرت هذا المكان، توجدت أكيد فيه. أكيد إقامة الصلاة في مسجد قبة الصخرة أو في المسجد الأقصى، أو حتى الشرب من سبيل قيتباي أو المرور من باب العمود، أو حتى المدارس اللي أنا تتلمذت فيها. من ضمن المجسمات هي المدرسة العمرية اللي كنت أحد طلابها، وبدأت موهبة الفنية بهذه المدرسة في المرحلة الابتدائية. فكان يعني لابد من وجود مجسم. أكيد لها. يعني المدرسة العمرية عشت فيها سنوات، فبنيتها يعني فعلا بصدق، خلينا نحكي وبدقة متناهية. هذا الفن لا يحتاج فقط لفنون جميلة كما ذكرت، علوم مجتمعة فيها، علم الهندسة، علم الفن، علم كل هذه الفنون المجتمعة احتاجت منك دراسات طويلة لربما للمكان حتى الخروج بهذه الفكرة ككل. أكيد. هل استعنت في خبراء في هذا المجال من الهندسة وما إلى ذلك؟ بطاقم العمل اللي مكون لمشروع حجر لوجيا اللي قدمت المقدمة الجميلة عنه، طبعا في هناك مهندسين قاموا بمساعدة وكان لهم دور بإخراج لبعض المجسمات المخططات الهندسية. جميل. كان المهندس معاذ شقيرات وكامل دويك، هذول كانوا مساعدين إلي لبعض الواجهات للمحلات اللي استطاعوا أنهم يخرجوا لي إياها لحيز الوجود بالأقيسة الدقيقة، والباقي كنت أنا بجهدي الخاص أقوم ببناء هذه المجسمات. المواد المستخدمة في إتمام هذا العمل، يعني عرفنا أكثر ملمس هذه الأمور والألوان المستخدمة وما إلى ذلك. سؤال جميل. يعني عندنا هذه المجسمات طبعا رغم قوتها ورزانتها وثبوتها في القدس وبثقلها وتاريخها الديني والناحية الجمالية فيها المعمارية، إلا أنه هون بهذا المجسم يعني المادة اللي استخدمت مادة اسمها PVC. هذه المادة خفيفة الوزن ولكن بنفس الوقت هي صلبة ومتينة، يعني تحتاج إلى أدوات حادة لقطعها أو حتى استخدام آلات كالليزر وغيرها لقص بعض الأشياء الدقيقة اللي موجودة فيها. فهذه المادة هي خفيفة للوزن لأنه معرضنا متنقل وجوال. حجر لوجيا ليس مجرد مجسمات سيتم بنائها ووضعها في مكان. المعرض اليوم حجر لوجيا له محطات في محافظات فلسطين جميعها. جميل.
بدأنا الافتتاح في بير زيت في متحف العلوم مؤسسة النيزك، ثم انتقلنا إلى مدينة الخليل، ومن ثم إلى نابلس، وفي مدينة القدس كان الأسبوع الماضي في نوتردام في منتدى العلوم والتكنولوجيا. صحيح. فهذا المعرض هو جوال سيجول، سنحمل القدس إلى أبنائنا وشعبنا في مدن ومحافظات المحرومين من زيارتها أو الدخول إليها نتيجة وجود المعابر والحواجز اللي يعني حنشوفها. هل رسالة هذا المشروع تنطلق من نجلب العالم إلى فلسطين ونأخذ فلسطين إلى العالم؟ إحنا بدورنا رسالتنا إنه إحنا نجذب العالم إلى هذه المدينة ونلفت نظرها، ليس من خلال الصورة فقط أو الرسم أو اللوحة، ولكن بالمجسم. المجسم له خاصية تختلف عن المشاهد الشيء المسطح، ثلاثي أبعاد، أنا بستطيع أن أفر حوالين قبة الصخرة وأجدها بمكاني وأرى عظمة الفن الإسلامي والمعماري في هذا البناء، أو حتى الفن الأبنية القديمة من جميع نواحيها. فالصورة تشكل واجهة واحدة. صحيح. على مر العصور نرى أنه كنيسة القيامة هي لها هذه الساحة وهذا المشهد، ولكن في حولها أبنية، هناك مساجد وهناك صحيح. كنائس أخرى وهناك سكن وهناك كثير من المعالم حوالين هذا البناء. فبهذا الشكل الفني الثلاثي الأبعاد المجسد يجذب المشاهد. إحنا ننقل القدس إلى أبنائنا، ومن ثم نزرع في نفوسهم حبهم ومعرفة هذا التاريخ وهذا الموروث التاريخي والديني في بيت المقدس، بأنه هو قائم مجسد موجود. الناس بصير عندها شوق أنه تجي تشاهد وتتمنى أن تدخل، وإن شاء الله أكيد. الجميع بيصل إلى القدس إن شاء الله. بعد أن نوصل لهم. يعني كون هذا المشروع خارج بهذا الجمال، هذا يتطلب ومسؤولية أكبر على من نظم ومن أشرف ومن نفذ هذا العمل. لن نكتفي بأحد عشر مجسم، هل سيكون هنالك أعمال أخرى بهذا السياق؟ بإذن الله تعالى هذا المشروع القادم، يعني من أبواب البلد القديمة بضمن هذا المشروع، هو كان باب العمود. الفكرة الآن بدأت تتبلور عمل أبواب القدس جميعها. جميل. فبهذا المشروع نحصر القدس البلد القديمة بأسوارها وأبوابها وبهذه المعالم، بإضافة كمان أيضا معالم جديدة أخرى لهذه الأبنية. والحلم الأكبر خلينا نحكي وإن شاء الله بتحقق، هو عمل البلد القديمة مصغرة جميعها، أو حتى المشروع الطموح الأكبر أنه نعمل فلسطين مصغرة بإحدى المواقع في فلسطين، ويكون مزار لكل زوار العالم القادمين إلى القدس. يعني هذا جانب ملهم ومبدع، وخاصة أن هذه المعالم كما هي بهويتها الأصيلة دون تهويد، دون أعلام إسرائيلية، دون رواية إسرائيلية تحاول صبغ هذا المكان بيهودية المكان. ربما هذا أيضا بعض الأماكن إذا احتجتم إلى توثيقها بسبب عمليات التهويد المتكررة عليها لربما أخفت ملامحها الحقيقية وهويتها الفلسطينية. أكيد إحنا يعني هذه إحدى الأهداف اللي إحنا من أجل عملنا هذا المشروع اللي هو حجر لوزيا. طبعا بدنا نحافظ على هذه الأماكن التاريخية والدينية في القدس، لأنه في هناك تهويد لهذه الأماكن. صحيح. يعني من فترة إحنا كنا نعهد باب العمود بأنه هو سور قديم وبوابة جميلة، اليوم للأسف الشديد بالمظلات هذه اللي وضعت السكنات العسكرية، وكأنه الزائر لهذه المدينة داخل إلى معسكر ولا داخل. صحيح. إلى مكان يعني شوش معالم الحضارة ومعالم الفن ومعالم التاريخ بتغيير هذه المعالم. يعني هذا المشروع يجسد الأماكن كما هي وكما يحق لها أن تكون صاحبة هوية فلسطينية. أنهي معك هذه الفقرة وبدقيقة، يعني على الجانب الفنان وعلى الصعيد الإنساني، عبد الجليل الرازم المعروف لا يعرف في مدينة القدس، يعني وهذه لله. تحية وشرف لنا باستضافتك. أعمالك كثيرة تحاكي الواقع المقدسي، ولكن كهذا مشروع مبدع كيف أثر على شخصيتك الفنية، وهل وجدت نفسك أقرب إليها من العمل الفن التشكيلي والرسومات واللوحات؟ أنا كل عمل طبعا بعمله بهذا العمل الأخير اللي هو مشروع حجر لوزيا،
طبعا شاركت بالعديد من المعارض المحلية في البلد وفي العالم، في دول عربية وأجنبية، لوحاتي انتشرت هناك وشاركت بمعارض كثيرة جدا. لكن أنا وجدت فعلا نفسي بهذه المجسمات اللي أنا عملتها، ثلاثية الأبعاد اللي فعلا هي تحاكي كل مشاهد وكل ناظر إلى هذه الأعمال بأنه عمل ليس بالسهل بناؤه ولا صحيح. عمله ولا إنجازه. فأنا وجدت نفسي فعلا في مشروع حجر لوجيا بهذا الإنجاز، وطموحي أصبح أكبر وأكثر في تكملة هذا المشوار بإنجاز المشروع الأكبر اللي هو يعني فلسطين مصغرة. نحن في انتظار إبداع جديد كما اعتدنا عليك وعلى فنانين العاصمة المحتلة. جزيل الشكر لكل المؤسسات الشريكة في هذا المشروع وهذا العمل، وجزيل الشكر أيضا لضيفي هنا في الاستوديو الفنان التشكيلي المقدسي عبد الجليل الرازم على كل هذا الإنجاز وعلى هذا العطاء والحب للمدينة المقدسة والبارز في حديثك معنا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. شرفنا ويعطيك ألف عافية. شكرا لك دانا، وشكرا لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني، وأخص بالذكر شكرا جمعية برج اللقلق إدارة منتصر إدكيدك، وشكرا لجمعية النيزك مؤسسة العلوم السيد عارف الحسيني، كل الاحترام للجهات الممولة ولطاقم العمل صحيح. وأخص بالذكر منسق هذا المشروع أخونا وزميلنا محمد صلاح اللي كان هو الجندي المجهول في هذا العمل، اللي كان على تواصل دائما معي ويحثني على العمل شكرا. والإنتاج. شكرا لكم، شكرا لتلفزيون فلسطين، شرفنا ويعطيك ألف عافية. كل الشكر موصول أيضا لكافة المؤسسات الشريكة في هذا العمل ولكافة المؤسسات المقدسية التي تأخذ على عاتقها إنارة هذه المدينة المقدسة في ظل استمرار عمليات التهويد. وبهذه الفقرة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صباح الخير يا قدس، والتي اطلعنا فيها على آخر التطورات الميدانية والسياسية والاجتماعية والثقافية والفنية في العاصمة المحتلة، على أمل اللقاء الجمعة القادمة وفي ضيوف جدد ومواضيع جديدة. وهذه تحية معدة ومقدمة البرنامج دانا أبو شمسية. جمعتكم مباركة وفي أمان الله.